يقول: هناك شخص يقول إنني آخذ بالقرآن ولكن لا آخذ بالأحاديث لأني لا أعلم أنها هل هي صحيحة. هذا كذب القرآن، هذا كذب القرآن اللي يقول أنا آخذ وكذبه، لأن الله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ويقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هو كذب القرآن اللي يزعم أنه يؤمن بالقرآن. نعم.